رجل عنده خمس من الإبل ولم يملك غيرها، مر عليه الحول يريد إخراج الزكاة، حيث إذا باع نقص المال، فماذا يفعل؟ إذا كانت هذه الإبل معدة للقنية الدر والنسل، وكانت ترعى من البر يعني من الكلأ المباح، ترعى أكثر الحول، إنها تجب فيها الزكاة، وهي ما تسمى بالسائمة يعني الراعية التي ترعى أكثر الحول. والخمس من الإبل فيها شات، يشتري شاتا ويخرجها عنها، لا يخرج من الإبل نفسها وإنما يخرج عنها شاتا واحدة. ويكون بذلك قد أدى زكاتها. هذا هو الواجب. نعم هذا هو الواجب، لكل خمس من الإبل شات.